صباح الخير مشاهدينا، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج الحدث لنهار الأربعاء 4 تموز يوليو 2012. بانتظار وصول ضيفنا عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب نبيل الأولى لنعرض ما هو معه ما لم يعرض بالأمس نتيجة غياب أو مقاطعة نواب تكتل التغيير والإصلاح للجلسة التشريعية، وأيضا يعني فرط عقد الحكومة نتيجة عدم التئام النصاب، وذلك بعد مقاطعة أيضا وزراء تكتل التغيير والإصلاح للجلسة. وما هو يعني، هل هي فعلا قصة رماني أو قصة قلوب مليانة بينهم وبين حلفائهم؟ مواضيع رح نطرحها على طاولة البحث مع النائب نبيل الأولى، لكن ننتقل بداية ومباشرة إلى الزميلة كلارا جحا وموجز لأهم الأخبار. مشاهدينا برحب فيكم وبرحب بالنائب نبيل الأولى عضو تكتل التغيير والإصلاح. صباح الخير دكتور. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. خفنا تقاطع كمان الحلقة، يبدو أنه المقاطعة عندكم. لا مش مزبوطة الحاجة، ليش عم تقولي لي أنه نقاطع يعني؟ ليش، وين قطعنا نحن؟ بارح جلسة مجلس النواب ما قطعنا، لأنه صار لا ما قطعنا لأنه بنعتبر أنه صار حضورنا بالكان الحضور التشريعي أو الكان الحضور التنفيذي صار وكأنه مضي على الوقت، وكأنه عم نكون شهود زور على أمور عم تحدث بالبلد ونحن منا موافقين عليها. مش لأنه مش موافقين عليها، لأنه بتخصنا لألنا، لأن هي بتخص بناء الدولة ككل. فلما بتوصل إلى مطرح أنه بتلاقي وجودك بمطرح شاهد زور، ما بتقعد بتفضلي انك ما تكوني شاهد زور وتبرهني للناس انه منك موافقه على اللي عم بيحدث بالبلد. بس ليش هذا التحرك صار ثاني يوم؟ يعني ليش مر مشروع قانون مياومي الكهرباء وبعدين تحركته؟ ليش ما وقفتوا الجلسه هي يعني لحظه التصويت؟ ليه ما حدا اعترض لما صار التصويت؟ ليش صار في مجال نعترض؟ ليش صار في مجال نعترض؟ لا، اللي صار بالفعل اللي صار ما لازم يصير. طب شو صار فعلا يعني بهيدي الجلسة؟ اللي انا اللي بعرف يعني اللي هلا 7 سنين بالمجلس النواب، ودائما كان عندي نوع من الاعجاب بطريقه الرئيس بري باداره الجلسات، ولكن هيدي المره بالفعل تفاجأت، لانه ما كان الرئيس بري اللي بنعرفه، ما كان رئيس بري رئيس مجلس نواب. شو صار؟ كان وكانه الرئيس بري هو رئيس مجموعه من الناس، منه رئيس مجلس نواب، لانه ما خلينا نحكي، بس وصلنا لمطرح بالاخر صدق 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 بدون ما حدا يرفع ايده، بزت المطرح او بيترك الجلسه وبفل بيرفع الجلسه. هذا اللي صار. وبعدين كان في ناس تصرفوا تفوهوا بكلمات كتير نابية، مجرد انه عم نقول له يا دولة الرئيس في ناس عم بيقللوا تهذيب بالجلسة، يعني بد ما تكون المعاتبة على الشخص اللي تفوه بكلمات نابية صفت وكأنه نحن تشطب من المحضر. لأنه شو اللي صار؟ بس لأنه ما عرفنا نحن شو اللي صار، شو الإشكال اللي صار بين مين ومين؟ لا ما يعني مثل العادة في عندك النائب محمد قباني، يعني ما بعرف شخص اذا بي بي بصير في فحص طبي عليه لهالانسان هيدا اذا بيتلاقي انه بعد عنده الاهليه انه يكون نائب. ليه؟ لانه بزور كل شيء، بجابيه بلجنه الاشغال انسان مزور، بنحكي شيء باللجنه بيطلع بيصرح شيء برا، بعدين بنتفق على شيء جوا بيطلع بيحكي بشيء غيره للصحافه. شو اللي صار؟ عنده نوع من الحقد، عنده نوع، ما بيقدر النائب ما بيقدر يكون حقد، ورئيس لجنه ما بيقدر يكون حقود، لانه اداره شؤون الناس ما فيك تديريها بالحقد، بدك تديريها بالمنطق وبالقانون وبالدستور. بس هو لا منطق ولا قانون ولا دستور، لا بيحترم دستور لا بيحترم قانون ولا بيحترم المنطق. بس اليوم ايضا يقال بانكم انتم عم تشتغلوا بناء على حقد على العمال مياومي كهرباء لبنان، لانهم انتفضوا بوجه الوزير جبران باسيل، وما يمثل بالنسبه للعالم ايضا الوزير جبران باسيل انه هو قريب للجنرال عون، وانه ما مفروض يزعل يعني الوزير باسيل لو انه القضيه صارت مع حدا ثاني. نفتح الموضوع هذا. طيب انا اللي بقوله انه اللي عمله الوزير جبران باسيل، بعتقد انه لو شوي صغيره منشغل ضميرنا بنعرف انه اللي عمله الاستاذ جبران باسيل ما في ولا وزير طاقه عمله بالسابق. اولا هؤلاء الناس
بعرف انه وزارة الطاقة بالماضي كانت لفئة معينة من الناس موجودين، يعني كان في الوزير ايوب حميد، كان في بيضون، كان في الوزير محمد فناش، يعني كل هالوزراء مرقوا على هالوزارة هيدي. طيب ما حدا فكر بهالعمال اللي فجأة بلشت الدموع تنزل عليهم، ما حدا فكر يزبط لهم وضعهم لهالشباب هودي اللي كلنا من سوا عم نقول اذا القضيه قضيه انسانيه نحن مع القضيه الانسانيه. طيب هلا ني لما اجى الوزير جبران باسيل صار في ما بسموه مقدمي الخدمات، اجى لقى انه هودي الشباب في حال بده يشتغل مقدمي الخدمات بده ياخذوا الشغل، معناتها الوزاره ما بقى بحاجه لكل هالعدد من الناس هودي واللي هن بالاساس منهم عمال بالوزاره، هن بيشتغلوا كانوا مع متعهدين. يعني نهار اللي بيشتغلوا بيقبضوا، نهار اللي ما بيشتغلوا ما بيقبضوا، يعني لا عندهم ضمان صحي، لا عندهم دائمهم مثل عمل، بيقدر المتعهد اللي يروح في لعبيتك ساعة اللي بده، ما في عنده حتى عقد عمل مع المتعهد. كانوا صار لهم سنين بهالشكل. اجى الاستاذ جبران باسيل انه قال هلا هالناس وهلا بما انه صار في مقدمي الخدمات وهودي الناس هلا بدهم ياخذوا تقريبا 70-80% من الشغل اللي كانت هي المؤسسه انها تقوم فيه مع المتعهدين، فبقى ليش لحتى لي بما انهم كانوا يشتغلوا يعني عندهم خبره خلينا نحطهم عند مقدمي الخدمات. وهذا اللي صار على اساس بالكونترا مع مقدمي الخدمات انه بدكم تاخذوا كل العمال يلي كانوا يشتغلوا مع المتعهدين بتنقلون من عند المتعهدين بتحطون عندكم بعقد عمل. هالعقد العمل هن قامت قيمتهم انه هذا عقد مش لانه بيقول 3 اشهر، هذا القانون بعادة وين ما بدك تشتغل في 3 اشهر اللي هي انذار تعتبر وتجربة. رغم هيدا وكله سوا الاستاذ جبران باسيل قال لهم بنغير العقد وحط وزارة العمل هي تكون راعية لهالموضوع هيدا، وكل شيء صار حسب القانون المادة 60 من قانون العمل اللبناني، يعني صفى عندهم عقد عمل دائم منه عقد عمل مؤقت، صار بيدخلوا بالضمان الاجتماعي ما كان عندهم ضمان اجتماعي، صار عندهم ديمومة العمل قبل ما كان عندهم ديمومة عمل، يعني من متعهد اجوا لمتعهد تاني مع شروط أفضل. مع شروط أفضل. طيب شو العاطل اللي عمله الأستاذ جبران باسيل؟ الإدارة ما بتحمل بالشكل اللي هلأ عم تنظم فيه الإدارة وبالقصة الشراكة والتشركة وما بعرف شو اللي عم بيحكوا فيها هلأ نية. ما بقى تحمل الوزارة هالعدد من الناس، ولكن تأمنوا وين؟ عند المقدمي الخدمات. أنا ما بعرف الشخص اللي ما كان عنده أمل بعمل، يعني بيقدر يفلله كان متعهد ساعة اللي بده صار عنده عقد عمل نهائي ومضمون من قبل وزارة العمل، صار عنده ضمان صحي، معاشه صار افضل لانه كان يقبض عن نهار ليه هذا الكلام ما انا على النواب؟ يعني قبل ما يقنع المياومين عندهم لا لكن المياومين كانوا مقتنعين، ولكن هناك ما بعرف مين قام بعمليه تسييس للعمل اللي قاموا فيه الشباب وصار بطلت عمليه اذا بدك انسانيه، اصبحت عمليه كيديه انه يا جبران باسيل يا بتعمل هيك يا اما نحن بنكسر. هل من المعقول انه نحن نقبل بالبلد انه مؤسسة يفوتوا عليها ناس يعطلوا الشغل بالمؤسسة، مؤسسة كهرباء لبنان، يهددوا الموظفين، يهددوا مدير عام شو اسمه، يعني صفت العملية ما عادت قصة، يعني ما بقى في جو عمل. يعني هذا الشخص بكرة اذا بده يفوت بكرة على المؤسسة وهو ساحب سكين او مهدد مديره او اللي اعلى منه رتبة، يعني كيف بدها تكون العلاقة بيناتهم بعد اليوم؟ كيف بدها تكون العلاقة بعد اليوم؟ يعني الشيء اللي صار ضرب مؤسسة كهرباء لبنان بالصميم، هذه اللي لازم نعرفها انه اليوم في ضربة لمؤسسة بس بتحملوا هالمسؤولية تحديدا انا بحمل المسؤولية السياسيين اللي كانوا ما مين؟ طب مين؟ ما فينا نضلنا نقول السياسيين اللي يعني كانوا نجهل دائما اذا كان مثل ما عم حضرتك عم تقول لهم غلط سياسي السياسيين اللي كانوا السياسيين اللي كانوا وراهم مين السياسيين اللي كانوا وراهم؟ ما بعرف بالكلام اللي عم بتقول وعم ببين انه اللي وراهم رئيس بري. طيب بقى فايز بيتحمل المسؤولية رئيس بري اذا كان هو وراهم بتكون بتحمل المسؤولية رئيس بري. طيب الرئيس بري يعتبر انه هيدي القضية هل من المعقول اللي كل التضحيات
كل التضحيات اللي قمنا فيها نحن من 2006 لتاريخ اليوم، كل شيء تحملناه ضمن مجتمعنا وضمن البيئة اللي عايشين فيها، وقفنا ضد الناس دعما، وهيدا اقتناع منا، منه من نية ولا قصة تربيح جميلة. منوصل لمطرح انه نضرب من اقرب الناس لنا بوزاراتنا، بتصفي وكأن وزاراتنا هي وزارات الفساد. شورتنا نحن وزارة الطاقة، شورتنا فيها نحن وزارة ما فيها شيء، وزارة فاسدة، وزارة مهرية، وزارة الاتصالات قبلها كمان نفس الشيء. شو الوزارات اللي عم بيعطونا اياها؟ شو ادائنا كان ضمن هالوزارات هيدي؟ نضرب من اقرب الناس لنا بوزاراتنا ليه؟ شو الشيء العاطل اللي عملناه نحن؟ شو هو هيدا الكلام اليوم؟ يعني البعض عم بيقول انه كانه التكتل او التيار الوطني الحر اليوم استفاق على الخسائر التي تكبدها نتيجه تحالفه ونتيجه الخيارات اللي اخذها. مستعدين بعد نتكبد خسائر اكثر واكثر اذا هالشيء هيدا بيقدر ياسس لدوله، ولكن كل الخسائر اللي نحن تقبلناها واللي قبلناها على نفسنا، نوصل بالنهايه نصبح نحن متهمين وبيفوتوا ناس على وزارات على الوزارات، بالنهاية مش ملكنا الوزارة ولكن نحن شيء مشرفين عليها، بيفوتوا ناس على قلب الوزارة وبيهددوا وبيكسروا، لتاريخ اليوم ما زالوا موجودين بقلب الوزارة وعم بيمنع بقلب المؤسسة وعم بيمنعوا العمال انه والموظفين انه يشتغلوا. هيدا مقبول اذا كنا عم نحكي بحلف، واذا كنا عم نحكي ببناء دولة. هيدي الامور بتنحل كانت بطريقة غير هالطريقة اللي صارت فيها، بالطريقة الهجوم وحرق الدوليب. مين اللي عم يحرق الدوليب؟ ليش مناطقنا نحن، بدي اقول لك شغلة، مناطقنا نحن ماشي حالها بالكهرباء؟ وين مناطقنا يعني؟ بدي اقول لك مناطق المتن الشمالي وبعبدا وجبال وكسروان وكل هالمناطق هيدي، ليش نحن عندنا كهرباء؟ مين عنده كهرباء بلبنان؟ في بيروت عندها 21 ساعة كهرباء، مزبوط؟ طيب نحن بدنا 21 ساعة كهرباء. مناطقنا بتدفع، منطقة المتن الشمالي بتدفع أكثر منطقة في لبنان بتدفع ضرائب الدولة، بتدفع تقريبا 40-50% من ضرائب الدولة اللبنانية. طيب لا عنا طريق، ما أمنا سكرنا الطرقات، ما أمنا سكرنا الطرقات وعملنا اللي عملناه بوزارة الأشغال. لا عنا مدارس، صار لي 7 سنين ومنها من عندكم من هون عم بحكي بسنويات موجودة بالمتن الشمالي، سنوية بتنهار على روس التلاميذ، وسنوية وفي مدرسة تانية تكميلية طلابها عم بيلعبوا على المعابر. ما في مدرسة، ما في تكميلية مثل الخلق بالمتن الشمالي، ما في شو بقول ابتدائية مثل الخلق، ما في سنوية مثل الخلق. رغم هيدا وكله سوا، لا هجمنا على وزارة التربية، ولا فتنا كسرنا بوزارة التربية، ولا هددنا الوزير بوزارة التربية، ولا أمنا بكل هالأعمال هي كلها سوا. ونفس الشيء بالنسبة لوزارة الأشغال، منشحت سطل الزفت شحادة بالوقت اللي منشوف الزفت كيف عم بتوزع بكل لبنان. طيب بس هون كمان هذا ما أمنا بهالأعمال هيدي. بوزارة الصحة، بس بدي أقول لك شغلة، مستشفى وحدة بمنطقة العين وزين سقف المالي تبعها قد كل المتن الشمالي كله سوا. طيب ما أمنا هجمنا على وزارة الصحة؟ طيب عنا عتب كتير على كل الوزارات، ولكن هالأمور نحن منقول لبناء الدولة، لحتى لي نقدر ننهض بالدولة، نتحمل منعض على جرحنا، ولكن انه بالنهاية نصفي نحن وكأنه نحن عم نعطل البلد، منصفي بس ما في الا وزارة الطاقة لازم تنقسم الوزارة، بالوقت في كذا وزارة بدها قسمة بالبلد، بيروح من مين؟ من حلفائنا، بينعمل اقتراح قانون لقسمة الوزارة. مين قدموا هذا الاقتراح؟ زميل عاصم قانصو ومحمد قباني. طيب بس الزميل عاصم قانصو بداية هو دائما يشكو من تقصير في ملف تحديدا، يعني في ملف النفط. ما بدي فوت بالتفاصيل، هيك ربما هو يفصل هذه الوزارة. ما بدي فوت بالتفاصيل لأنه أسباب غير هي، في أسباب شخصية ما بدي أحكي فيها. هاي أول شيء. تاني شغلة إنه قدمنا اقتراح قانون نحن بقسمة كل الوزارات. طيب ليه ما مرقت على اللجان النيابية؟ ما في إلا هاي بس مرقت على اللجنة النيابية ليه؟ بعدين بدي لك شغلة تانية بخصوص الدائري، الاوتوستراد الدائري اللي هو بيعرض 800 ألف متر مربع بمناطقنا
لتهجير اصحابها. منيح؟ سقط هيدا الدائره. مين عم بيرجع يحيي؟ مين؟ زميل ياسين جابر، هو ومحمد قباني كمان نفس الشيء بيقدموا اقتراح قانون لحتى يعطلوا هالشيء هيدا. طيب بس هون اليوم طيب فيني اعرف ليش دائما طيب اليوم اللي اليوم الناس عم بيقولوا طالما التيار الوطني الحر ربما للمره الاولى بيطلع بيقول على العلن ما كان يقال دائما في اجتماعات التكتل وللعماد ميشيل عون انه نحن في ضغط علينا اكثر من في مساعده لنا من قبل حلفائنا. طيب بهيدا المنطق اللي عم تحكوا فيه اليوم قطعتوا مجلس النواب، بس في قانون مر، قانون مقاومي الكهرباء بس مر. انا بدي اقول لك هذا القانون يطعن فيه لانه ما حدا صوت عليه. الرئيس بردي بيقول انه تصوت كيف؟ عليه. طيب خلينا نرجع للمحضر. طيب خلينا نرجع للمحاضر. رح اقرا لك اليوم ماذا كتب زميل عباد مرمل في السفير نقلا عن مصادر عين التيني. سوري ما تاخذيني، انا بدي اقول لك شغله، هيدي كلمه مصادر انا بالنسبه لإلي ما بامن فيها. يقول لي مين هو هذا المصدر وشو اسمه لهذا المصدر اللي عطى، وكانه هيدي عمليه كب زيت على النار. انا بالنسبه لي بس ما حدا بينفي اذا ما بيطلع يعني قرار. معروف انه خصوصا يعني ماني مجبور إن معروف انه مصادر انا اذا واحد دول مصادر التيار الوطني ما بايد عليه بقولوا لي انفي، بقول لهم لا بدي انفي طالما مصدر من عندي. نفس الشيء هذا لم يصدر من الرئيس بري، اذا شيء بيقدر يصدر من عند الرئيس بري كلام بهالمعنى او بغير معنى بهالموضوع هذا، ولكن طيب ما بيعني ما صدر من عند الرئيس بري. بحسب السفير تقول مصادر مقربة من الرئيس نبيه بري إنه ليس هناك أي دوافع طائفية خلف إقرار قانون مياومي الكهرباء في مجلس من النواب. من حكي بالطائفية ليش؟ من حكي بالطائفية؟ اعتبر البعض إنه أنتوا حكيتوا إنه الرئيس بري دعمهم طائفيا وإنكم أنتوا تكتلتوا مسيحيا ضد لا مش هذا الدعم الشيعي للمياومين. أول شيء اللي يعني عمله الأستاذ جبران باسيل ما بعتقد كان من منطلق طائفي. انا بعتقد لما قال انه انا بفوت 790 واحد ما كان من منطلق طائفي، ولما قال انه كل العمال انا بفوتهم على المقدمين الخدمات ما كان من منطلق طائفي. وليش انتم تصرفتوا من منطلق طائفي؟ مين تكتلات مسيحيه يعني بين امبارح المقاطعه مسيحيه كانت اللي صار مقاطعه مسيحيه. اذا اليوم بعض الفئات اللبنانيه المسيحيه حست على حالها انه هي مغبونه بهالامر وعيت بالنهايه اقتراح القانون كانوا ماضيين عليه الكتائب والقوات، هن اللي تراجعوا القواد والكتائب كانوا اللي ماضيين عليه. وفي احدى الجلسات الزميل عباس الهاشم سالوا للزميل فادي الهبر ولا الزميل سامر سعده قال لهم سمعنا كلام انه انتم رح تسحبوا توقيعكم عن الاقتراح، شو صحه هذا الكلام؟ قال له لا مش مزبوط نحن بعدنا ماشيين فيه. يعني لو انه هالشيء هيدا يصير ضمن اللجان يمكن ما كنا وصلنا له. شو اللي صار بلحظتها؟ يعني كيف اتفقوا الكتائب والتيار والقوات وكتلة زحليه وكتلة الأشرفية؟ لأنه صار في نوع، بدي أقول لك شغلة، لما الأستاذ جبران باسيل عمل هالشيء منه من منطلق طائفي، ولما تبين أنه بمدة سنتين له بالوزارة منه مدخل إلا 14 واحد، وعلى ال 14 واحد في 2 أو 3 مسيحية بس، أكيد بدها تقوم قيامة المسيحيين أنه نحن لما كنا نجي نقدم طلبات لنجي نشتغل ما كنت تقبل تقلنا في قانون وفي خدمة مدنية وفي 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 ما كنت تسمح لنا نحن نفوت نشتغل. طيب هلأ نية هودي هالكذا عامل اللي فاتوا بالشكل اللي فاتوا فيه، أنا انفضحت القصة ما كان حدا عارف كيف فايتين، من انفضحت هالقصة هيدي. طيب أكيد الناس بدي يقوموا علينا أنه أنتوا بمدة لتاريخ اليوم ما عم بتفوتوا حدا منا على الوزارة، ما في وزارة من وزاراتنا. بس انتو شو هذا الاجتماع السري اللي صار بيناتكم بالمساء لأدى الى قرار نهار الثلاثة انه ما حدا حيشارك؟ مش مزبوط، لانه انا كيف توصلتوا؟ هلا اللي صار بالمجلس اكيد حسوا حالهم انه ما هالشيء هذا كل الوسائل الاعلام كانت موجودة. طيب هودي بكره هالوسائل الاعلام رح يحكوا بالجرايد، طيب شو رح يكون موقف هالنواب اللي بيمثلوا بالنهايه منطقه معينه ومناطق معينه من لبنان، شو راح يكون موقفهم قدام ناخبينه؟ مشان هيك اضطروا ياخذوا هالموقف، لانه حاولنا انه من اجل السلم الاهلي ومن اجل نعض على الجرح. هلا لما وصلت القصه لمطرح انه انت قدام الناس اللي منتخبينك صفيتي وكانك عم تتامري عليهم، اكيد هيدي بدها تعمل رده فعل. هيدي رده فعل. اسمح لي تابع بالمقال،
بحسب مصادر رئيس بري هناك حقوق مشروعة أعطيت لمن يستحقها استنادا إلى إحصائية رسمية تؤكد الحاجة إلى تثبيت المياومين وفق مباراة محصورة لسد حاجات مؤسسة الكهرباء. وليس صحيحا أن المراد هو حشو الإدارة بالمحاسيب على حساب التوازن الطائفي. وتتساءل، هل يصدق أحد أن الرئيس بري هو ضد المسيحيين؟ وإذا كان البعض يعتقد ذلك خلافا للحقيقة، فما عليه سوى أن يدفع في اتجاه الإسراع بتشكيل الهيئة الوطنية المعنية بدرس سبل إلغاء الطائفية السياسية؟ وتستغرب المصادر الحملات التي تعرض لها بري انطلاقا من طريقة التصويت على قانون المياومين، لافتة الانتباه إلى أن التصويت برفع الأيدي ليس أمرا مستجدا، وقد تبين بموجبه أن القانون نال الأكثرية النيابية اللازمة بفارق واضح عن رافضيه. والأهم أن أحدا من النواب لم يعترض في حينه ولم يطلب إعادة التصويت عن طريق المناداة بالأسماء. وتخلص المصادر المقربة من بري إلى الاستنتاج بأن رد الفعل الحاد من قبل التيار الوطني الحر على قانون المياومين ينطلق من حسابات انتخابية بالدرجة الأولى، وقد جارته في هذه الموجة القوى المسيحية الأخرى. بهذا الكلام أولا خليني بدي بالبداية إذا بدي رد على كاتب هذا المقال، بقدر أقول له شغلي أنه عنده جهل بالموضوع، لانه اول شيء هل سمح لنا انه نعترض؟ ما قال كنا بعدنا عم نرفع ايدينا بدنا نقول له دوله الرئيس، ما بيصير هذا، مش مزبوط. والوزير بعده عم بيحكي، سكت الوزير، ما خلى الوزير، يعني هي سابقه بالمجلس انه يسكتوا للوزير هو عم بيحكي، عم بيشرح الموضوع. هو اعتبر انه حكي 45 دقيقه وانه رجع صار يقدر يحكي مره. انا بتذكر انه الرئيس السنيورة حكي مره ساعه وربع، ما حدا سكته، معلش ساعة وربع حكي، ومن بعد الساعة وربع حملوا حالهم وانسحبوا من الجلسة. أنا اللي عم بقوله إنه وزير عم بيحكي، نحن رافعين إيدينا تنحكي. قال له تليل المادة الأولى، تليل المادة صدق، ما حدا رفع إيده. المادة الثانية صدق، هلا في محاضر، لا جايين نكذب ولا جايين نتهم، عم نقول إنه في محاضر موجودة. هالمحاضر الموجودة خلينا نرجع لها. طب بس عم بيقولوا هلا رح تابع معك، لكن اسمح لي ان انتقل مباشرة الى النائب علي خريس عضو كتلة التنمية والتحرير. صباح الخير حاج. اهلا، صباح النور، اهلا وسهلا فيك. يعني هلا فيك وبزميلك، زميلنا، اهلا زميلك دكتور نبيل. بداية حاج علي، يعني بما يتعلق بالازمة، هل تعتبر انه هيدي غيمة صيف ورح تقطع، او انه لا فعلا في شيء بالامس مس جوهريا تكتل التغيير والاصلاح، او بامس الاول مس تكتل التغيير والاصلاح واعتبروا انه هن مجرد لزوم ما لا يلزم يعني بمجلس النواب، وانطلق هذا الامر الى تحالفكم بالحكومه؟ هو اللي بدي اقوله انه يعني مش اول مره بصير في جلسات تشريعيه وجدول اعمال وامور بتتناقش وبصير في حوار وبصير في نقاش. يعني أنا اللي بس بدي أقوله أنه فيما يتعلق بهذا الموضوع، أنه هذا الأمر أخذ يعني أخذ طريقه الطبيعي والعادي، يعني هذا الاقتراح القانون وبشكل عادي وبشكل طبيعي، مثل ما قال زميلنا الدكتور نبيل أنه في محاضر موجودة، أنه هذا الأمر نوقش بطريقة عادية وطبيعية لأكثر من ساعتين، ومعالي الوزير يمكن حكى أكثر من 45 دقيقة حول هذا الموضوع، وآخر شيء الأمور راحت باتجاه التصويت وبشكل عادي وبشكل ديمقراطي. أنا بس شنو بدي أقوله إنه يعني بهالبلد بهالدولة ما فينا نعتبر إنه والله هذه الوزارة هي ملك أشخاص، هذه الوزارات هي ملك الدولة اللبنانية، ملك الشعب اللبناني. وهول المياومين يعني هول ناس معطرين مشحرين، يمكن بياكلوا يوم ما بياكلوش. الموضوع اكبر مشكله انه ياخذ طابع طائفي او مذهبي، انه والله الاكثريه هون او الاكثريه هناك. هذا حكي لا يمكن انه ينفهم او ينقبل، او بهذا الطريقه او بهذا الاسلوب لا يمكن انه ينبنى بلد على هذا الاسس وعلى هذه الطريقه. بس استاذ علي، يعني طبعا مش ردا على الدكتور نبيل، ولكن ردا على كل الحكي اللي انحكى امبارح، انه رئيس بري رئيس مجلس النواب مش من امبارح، من سنه 1992، وباعتراف البعيد والقريب انه من اقدر رؤساء المجالس النيابيه اللي اجوا على هالبلد، بادارته الحكيمه، بطريقته، باسلوبه،
بحكمته يعني رئيس بري ما بيتعاطى بالامور بطريقه هيك، يعني ما بيستلش باي قانون او باي مشروع، وانما يحترم الكل ويحترم الجميع ويستمع الى الكل ضمن الاطر القانونيه والدستوريه. بس هون حاج بدايه، يعني بالامس العماد ميشيل عون انتقد اداره الرئيس بري للجلسات، اليوم ايضا في اجماع عند كل الاشخاص اللي اعترضوا بالامس واللي قاطعوا انه ما صار في تصويت وانه ما نعدوا الاشخاص لا 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 اللي لا رفعوا ايديهم. ردا نعم على هذا اللي عم ينحكى، في محاضر موجوده، هذا القانون، هذا الاقتراح تناقش بشكل عادي وطبيعي، الماده الاولى بالتصويت، الماده الثانيه بالتصويت، الماده الثالثه بالتصويت، الماده الرابعه بالتصويت، هذا الاقتراح صدق من قبل اغلبيه اعضاء المجلس النيابي اللي كانوا حاضرين. وبدي ارجع اقول لك انه في محاضر بالمجلس النيابي موجوده، فلنعد جميعا الى المحاضر لحتى نتاكد انه حقيقه هذا الامر صار، وانا متاكد لانه انا كنت موجود، الدكتور نبيل كان موجود، العماد مش دكتور نبيل دكتور نبيل الاولى عم بيقول انه لا ما صار تصويت، دكتور حضرتك عم بتقول فيه بالجلسه العامه صار في تصويت وزياده عم بيقول. لا طيب زميل بدي اقول لك شغله، اولا انا يمكن اذا سمعتني قلت انه انا كنت معجب من 7 سنين بمجلس النواب، معجب بالرئيس بري وادارته للجلسات، عم بحكيك اولا على الصعيد الشخصي يعني عم بحكيك نعم. ولكن في بعض الاحيان بتكون غلطه الشاطر بألف غلطه. شغله ثانيه، انا لما بعرف انه يلي قدموا اقتراح القانون تراجعوا عن قراره. طيب هذا ماذا يعني؟ خلينا نحكي هون بالسياسه. هودي اللي قدموا بس انا بدي اقول لك يا دكتور نبيل، بس احنا صرنا بجلسه عامه مش بلجنه دقيقه بس بدي اقول لك صار ملك الهيئه العامه للمجلس النيابي زميل، بس دقيقه خليني اللي صار باللجان المشتركه، وهذا كان لازم يكون حافز من هذيك الجلسه. اللي صار بهذيك الجلسه انه اول شيء عملنا لجنه فرعيه مؤلفه من 3 اشخاص. انا بعرف انت ضمنا، ويمكن انا سمعتك مره عم تقول انه انت هذا الموضوع مش لازم ياخذ هذا الجدل الكبير، لازم ينمشى بهذا الموضوع، هول الناس فقورين مضطهدين لازم نساعدهم. صحيح، ونحن قلناه يا هل ترى انا سمعتك هذا الحكي زميل دقيقه صغيره، انا بالنسبه لي قلت لك وحتى الوزير جبران باسيل لمن قال انه كلهم سوا راح يكون عندهم عقود عمل وراح يشتغلوا، وغيرنا قلنا العقد العمل اللي كان قلنا ما كان ما صالح غير، ودخلت وزاره العمل وهي اللي قامت بعمليه العقود وطرح العقد كيف بده يكون وحسب الماده 60 من قانون العمل اللبناني. يعني لهول الاشخاص اللي كان ممكن المتعهد يقول له روح فل على بيتك، بفل على بيته ما حدا بيسال عنه. طيب عم نجي لإجا الوزير باسيل لقال لك انطلاقا من مبدأ إنساني، بنرجع نقول من مبدأ إنساني وليس طائفة، لأنه من الأساس نحن ما فكرنا بهالموضوع هيدا انطلاقا من مبدأ طائفة. اللي عم بقوله أنه قال لهم كلكم سوا، أنا قدامي قال لهم كذا مرة كلكم سوا راح بتفوتوا على مقدمي الخدمات، راح بيكون عندكم عقد عمل، راح بيكون عندكم ضمان اجتماعي، راح بيكون عندكم ديمومة العمل، قبل ما كان عندهم ديمومة العمل. طيب هل هالشيء اللي عملوا هيدا منه من منطلق انساني؟ هالموضوع هيدا تحول زميل، هالموضوع تحول من موضوع انساني صارت لعملية معلش يعني وكأنه عملية كباش وشد حبال، مين اللي بينتصر ومين اللي بيقوم كلامه؟ هذا اللي صاروا للأسف. تفضل استاذ علي. دكتور نبيل، بالنقاش اللي صار بالجلسة العامة للمجلس النيابي، المدة الأولى، الاقتراحات اللي اقترحها معالي الوزير المشفي، قال يجب شطب موضوع المتعاقدين، انشطبت. ليش شطبها؟ آخر نقطة. ليش طلبها يا زميل؟ ليه طلبها؟ معناته لأنه كانت ضد الميومين، شطبها. صحيح، معناته الامور معناتها انه انطلاقا مبدا انساني، منه منطلق مذهبي. الامور كانت ماشيه بشكل طبيعي، حتى البند 4 بالماده الاولى انه هول بيخضعوا لمباراه ينظموا مجلس الخدمه المدنيه بناء على اقتراح الوزير على الامور كانت ماشيه. بعد شوي
معالي الوزير بيقول بعد عندي 14 ملاحظه على الماده الاولى. ساعتها قال له الرئيس بر قال له يا عمي هل 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 هالاقتراحان اللي انت اقترحته نمشينا فيهم بعد عندك 14 ملاحظه؟ اذا 14 ملاحظه على الماده الاولى فاذا كان في ملاحظه على الماده الثانيه قال 10. يعني معناته هذا الحكي اللي كان عم بيحكيه مع الوزير انه بدك شهرين ثلاث اشهر لحتى تخلص من هذا المشروع او من هذا القانون. طيب بس هون استاذ علي البعض ياخذ عليكم انه ايضا حركه امل تتصرف مع هذا الموضوع انطلاقا من منطلق سياسي وطائفي وانتخابي حرام. تحديدا ويؤخذ ايضا انه بس خليني اقول لك يعني ما هي المآخذ عليكم. مش حرام مش حرام مش حرام ينحكى بهذا الموضوع بهالطريقه. مش كارثي على البلد انه نتداول موضوع هذا المعطر المشحر اللي عم يطلع على عمود الكهرباء والبعض منه عم يموت على عمود الكهرباء انه هذا الموضوع بده يلتعب فايد السياسه. بس هون سالتكم استاذ علي سالتكم دكتور نقول وين كان وزراء حركه امل طيله فتره توليهم وحقيبه الطاقه؟ وين عفوا استاذ علي دكتور نبيل نقول سال وين كانوا وزراء حركه امل اللي تولوا هذه الحقيبه لعقود مش بس لسنوات؟ وين كانوا من تثبيت المياومين وليش اليوم تلقى على عاتق الوزير جبران باسيل؟ نحن عم نلقى نحن هذا الاقتراح او المشروع القانون صار في تحرك الان بهذا الاتجاه وصار في استماع لهول الناس من قبل كل الاطراف وكل السياسيين وصار في لقاءات معهم وصار في نقاشات بقلب المجلس الوزراء وبقلب المجلس النيابي وباللجان وصار في اقتراحات تقدمت. فمن الطبيعي انه هذا الامر ينشغل فيه. بس انا بدي اقول ليش التعاطي عم يكون بهالطريقه؟ انه ليش ما انشغل بهذا الموضوع قبل هلا؟ بدي ارجع واقول واكد على مساله انه يا عمي هل انه الوزاره هي ملك اشخاص ام ملك الدوله اللبنانيه وملك الشعب اللبناني؟ ليش عم نحول موضوع قضيه حق عم نحولها الى موضوع سياسي وطائفي ومذهبي؟ ليش عم نتعاطى بهالطريقه وبهالشكل؟ كنت عم بسمع عن الدكتور نبيل الاولى كان عم يحكي عن موضوع الكهرباء وقطع الطرقات، مين قال لك انه نحن مع قطع الطرقات ومع حرق الدولاب؟ انا بقول كل واحد عم يقطع الطريق هو اذعر، هو عم بيشتغل ضد مصلحه بلده، ضد الانسان بهالبلد. ما بدنا نقول نحن وانتو، كلمة نحن وانتو انه وين كنتوا بالسابق وليش ما انشغل بهذا الموضوع بالسابق؟ هذا اسلوب انا ما بعتقد انه ممكن يوصل الى نتيجة. بدي ارجع واقول انه علي حسن خليل وزير صحة، هل وزارة الصحة هي ملك علي حسن خليل؟ بس هل يرضى كتلة التنمية والتحرير ان يتدخل احد من الكتل الاخرى بمهام وزراء وبعمل وزراء؟ 100% شو ملك الوزارة لحتى ما يتدخلش؟ وزارة الصحة ملك علي حسن خليل ولا ملك الشعب اللبناني وملك الدولة اللبنانية؟ تحديدا وزارة الصحة. معقولة؟ يعني وزارة أو حتى وزارة الخارجية أو أي وزارة ممنوع إنه كتل ثانية تتدخل بوزارة الصحة؟ ممنوع مواطن لبناني يتدخل؟ كيف هالحكي ها؟ لا بس زميل معلش اسمح لي هون جاوب لأنه هون فهمت كلامي غلط وعم بتقول إنه ملك لوزير. أول شيء ما حدا قال إنه ملك لوزير، هي واحد. اثنين لأنه منا ملك لوزير فإذا الدخول على مؤسسة كهرباء لبنان والتعامل مع زملاء لهم بقلب المؤسسة لموظفين بقلب المؤسسة بالشكل اللي كانت عم بتصير فيه الأمور هون بقول لك عند في عتب، أكيد في عتب إنه هل من المعقول نحن وياكم، مش عم بقول أنتوا ونحن، نحن وياكم ما كان لازم هالأمور هيدي تمنع من إنه ناس يفوتوا على مؤسسة ويحرقوا دوليب بقلبها، يفوتوا على مؤسسة يسحبوا سكاكين على الموظفين. أنا بدي لك ليك بقى معلش زميل بدي لك شغلة. قال له ليه عم بتنفخ على اللبن؟ قال له لأنه حرقني الحليب. أنا بدي لك بالمبدأ، هدي قصة حرق دوليب هيدا عمل غير حضاري أبدا على الإطلاق وهذا أمر مرفوض. كان لازم يتوقف، ليه ما وقفوا حدا؟ جملة وتفصيلا. ليه ما حدا وقفه؟ لازم يتوقف. انا مع توقيف كل من يتعاطى بهالطريقه وبهذا الاسلوب اللا اخلاقي واللا انساني. طبعا هذا امر مرفوض رفضا مطلقا، لا يمكن انه نقبل فيه ابدا على الاطلاق. وانت بتعرف حتى بهذا الموضوع فيما يتعلق بموضوع حرق الدوليب في اجراءات يمكن اجراءات حاسمه انه كل من يقوم بهذا العمل اكثر من هيك بدي لك هو مشبوه.
اي بس هون كمان يعني استاذ علي حتى ما نحكي كثير بال يعني على الواقع ما عم بيكون في تعاطي لا قضائيا مع الموضوع، واليوم ربما نشهد يعني اطلاق سراح وسام علاء الدين اللي اتى معتديا على قناه الجديد. وايضا يعني ما بدنا نرجع نفوت، بس بدي اختم معك لانه حتى ما اطول عليك، بعرف انه حضرتك ممكن مشغول. هل اليوم وصلنا لهذه الازمه؟ في ازمه اليوم بين التيار الوطني الحر وحلفائه تحديدا حزب الله وامل. هل اليوم إذا كان سيرد رئيس الجمهورية القانون، قانون مياومي الكهرباء، في طرق قانون، هل اليوم أنتم بين قانون مياومي الكهرباء والعلاقة مع التيار الوطني الحر، أيهما الأولوية؟ أنا بدي لك شغلة، القصة يعني ما بتنضار بهالطريقة إنه إما بنختار هون أو بنختار هون. نحن لا، نحن بدنا نأكد إنه هولي يعني الإخوان بالتيار الوطني الحر هن إخواتنا وأصدقائنا وحلفائنا، وهذا الامر اللي صار ممكن يصير يعني هذه لعبه ديمقراطيه، لعبه في اطر دستوريه بتمشي. هلا ممكن رئيس الجمهوريه يردها، ممكن يصير في طعن بالمجلس الدستوري، ممكن يصير في مجلس شورى الدوله، هذا الامر من مشى ضمن الاطر القانونيه والدستوريه. ابدا على الاطلاق مش لازم هذا الموضوع يوصلنا للشيء اللي نحن سمعناه امبارح، اللي سمعناه امبارح ما كان لازم يصير. على لسان العماد عون، اللي سمعناه امبارح ما كان لازم يصير ابدا على الاطلاق. ما قال شيء لعماد عون، ليش قال لعماد عون؟ شو اللي اخذتكم على كلام العماد عون استاذ علي؟ اللي سمعناه بالمجمل، انا عم بقول بالمجمل. بالمجمل ما حدا حكي، معلش زميل، نحن اثرنا الصمت امبارح ما نحكي، ولكن في زميل هون كمان عندي عتب على الزميل غازي زعيتي. لا بيسي هاني بيسي وعلي بزي، يعني بعتقد انه نحن اسلنا الصمت منيح، ما بدنا نحكي بهالموضوع، كنا قلنا نحن بنعمل عمليه احتجاجيه ما بنروح على الجلسه، يعني وهذا حق لعلنا. اكثر من نائب من تكتل التغيير والاصلاح حكوا امبارح على من بعد كلام عليه، من بعد كلام لبيسي، من بعد كلام الزميل علي عبزي، واللي بتعرف اثنينه سوا بحبهم انا، وهون اللي بقول انه هيدي المواضيع كان من الممكن انه تنحل. تفضل استاذ علي، بس خلي استاذ علي يختم لنتابع معك دكتور، تفضل. النائب بيسي والنائب بزي والنائب السحيتر حكوا امبارح ردا على مواقف انت بتعرف صدرت من وين؟ منين صدرت؟ انت بتعرف بدون ما تفوت باسماء. لا ما صدر شيء، من بعدها صار في كلام، من بعد الظهر تردوا الشباب. قبل 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 الان عاني الصبح على احدى المحطات، شو حكى شو قال؟ لا بس كان ردا على كلام زملائنا، يعني معليش المعتب اللي حقيقي بتتعاتبوا اكيد رح يرجعوا التيار ينزلوا على المجلس الا ما تشوفوا بعض بعدين تتعاتبوا. استاذ علي خريس انا بدي اشكرك على هذه المداخله وشكرا جزيلا لك، عضو كتله التنميه والتحرير. دكتور نبيل بهيدا الكلام اليوم، يعني خليني انا انتقل اللي ما قاله العماد ميشيل عون امبارح. العماد ميشيل عون لاول مره يتحدث عن انه فصلوا عنا حلفنا مع المقاومه اللي هو منه حلف سياسي بقدر ما هو قناعه، وما حدا يهتنا هلا اذا اختلفنا بالسياسه انه في مقاومه، اتركوا المقاومه على جنب خلونا نحكي سياسه داخليه. سياسه داخليه، هل بالامس حسيتوا حالكم قدام حلف رباعي جديد مشان هيك كانت هذه الفوره؟ يعني تيار مستقبل، اشتراكيه، حزب الله وامل هن اللي مرروا قانون المياومين. هل التيار شعر مجددا بان حلف رباعي ما بلحظه ما قادر انه يركب ضد التيار الوطني الحر؟ فرقاء من 14 اذار كانوا ضد امبارح، بالاول امبارح كانوا ضد قوات، يعني مش بس قوات، وكان حتى من تيار المستقبل عدة اشخاص سمعناهم حكيوا وقالوا انه ايه هالشيء هذا ما بيصير، لانه لمن في عنا هالوزاره قادره تحمل 790 شخص من هون. طيب هال 790 شخص هودي، لانه بكره سيرفيس بروفايدر او مقدمي الخدمات هودي بدهم هن يصير كل الشغل عليهم، كل الشغل عندهم، يعني معناتها هودي الاشخاص اللي راح يفوتوا على الوزاره راح يقعدوا بلا شغل، يعني راح بيكونوا عبء على الوزاره. منشان هيك الوزير قام بعمل، والوزير قام بشغلتين صلح لهم اياها، لانه لو انه عندنا النيه السيئه نحن او نيه طائفيه ما كان الوزير باسيل صلح قصه المتعاقدين وهي، لانه كانوا اخذوا 300 محل من قدام الميومين، هودي قصه المتعاقدين. فرفض، قال له لا ما بيسوى، لانه حرام هودي الميومين انه 300 واحد من المتعاقدين هاو بيجي دورهم
بشيء ثاني بنعمل لهم اياه، ولكن حرام بالنسبه للميومين. فاذا نحن ما اشتغلنا من منطلق طائفي ولا تعاملنا مع الموضوع من الاساس من منطلق طائفي، ولكن اللي اظهر بالشارع وتبين بالشارع والكلام اللي سمعناه بالشارع وعلى محطات التلفزيون ما له شيء. الشيء اللي صار امبارح من بعد ما اتوقع على القانون، الشيء اللي صار بقلب مؤسسه كهرباء لبنان منه مقبول ولا باي شكل من الاشكال. اللي من حضرته عم بيقول الزميل عم بيقول انه الوزاره منا ملك شخص، مزبوط. كمان توقيع على القانون كمان منه ملك لشخص. شفنا الكلام والهتافات اللي صدرت كلها سوا، واللي كانت عم تصدر بالسابق ضد جبران باسيل والدعوس للصور لجبران باسيل وغيره من هالامور كلها سوا. معلش، مش من لما بتوصل العمليه بيطفح الكيل بنرجع بنقول انه ليش تطفح الكيل. رح تابع معك دكتور، اسمح لي انت مباشره من امام السرايا الكبيره حيث يعتصم موظفو الاداره العامه وكلمه حنا غريب. إقرار السلاسل في مواعيدها وفق الاتفاقات ورد الضرائب إلى حيث كانت ووضع تواريخ لهذه السلاسل، تاريخ تطبيقها ابتداء من 1/2/2012 وفي جدول واحد وبما يحفظ المواقع الوظيفية للقطاعات كافة للأساتذة والمعلمين للإداريين للمتقاعدين وللمتعاقدين ولكل صاحب حق عليه أن يأخذ حقه كاملا ودون نقصان. من هنا من هذا الاعتصام نقول لهم أنتم تراهنون على الوقت، أنتم تراهنون وتماطلون ظنا منكم أننا سنتعب أو سيجري شق صفوفنا. نقول لكم من هنا نحن لن نتعب، نحن لن نتعب، نحن سنخوض هذه المعركة مفتوحة حتى الانتصار، وسننتصر بوحدتنا النقابية بالتفاف الأساتذة والمعلمين والمصححين في القطاعين الرسمي والخاص وفي كافة مراحل التعليم في الأساسي وفي الثانوي وفي كل القطاعات والمهن ودون أي استثناء. إن الإداريين سجلوا البارحة قفزة نوعية في العمل النقابي، انتفاضة نقابية، تحية لهم، تحية لهم. بالأمس قالوا لمن يراهنون على شق صفوفنا، بالأمس قالوا من خلال تحركهم ووقفتهم أنهم ماضون في تصعيد التحرك. ونحن في هيئة التنسيق النقابية لا تظنون أن أوراقنا قد نفذت، هي في بداية الطريق، نحن ماضون في تصعيد التحرك وقد نصل إلى أقفال كل القطاعات وكل الإدارات الرسمية وكل البلديات والمؤسسات العامة والخاصة دفاعا عن حقوق الأساتذة والمعلمين والموظفين. وإن ظنوا أن بإمكانهم النيل من وحدتنا، غدا هناك اجتماع مع بعض أعضاء اللجنة الوزارية، مع بعض أعضاء اللجنة الوزارية من أجل مناقشة هذا الأمر. سنأخذ هذه التوصية من هذا الاعتصام لنقول لهم كفى مماطلة، أقروا السلاسل وفق الاتفاقات، الأرقام واضحة، الدرجات واضحة، والسقوف واضحة، والتواريخ واضحة، وكفى نقاشا إلى ما شاء الله. غدا سنرسل جوابكم إليهم، ويوم الاثنين
هناك اجتماع آخر سنؤكد على ذلك وستكون الرسالة واضحة. إما أن تقروا السلاسل الأسبوع المقبل أم أننا ذاهبون إلى مزيد من التصعيد وفق خطة تحرك ستضعها هيئة التنسيق النقابية دفاعا عن حقوق الناس، دفاعا عن حقوق المواطنين، من أجل إقرار السلاسل ومن أجل أعطاء شهادات للتلامذة. والسلام عليكم وشكرا. يعني دكتور، بس حتى قبل ما ارجع اعود الى اعتصام وانتفاضة كما ذكر استاذ حنا غريب، انتفاضة موظفي الادارة العامة بما يتعلق بما جرى بقانون الكهرباء اليوم، شو الخطوات اللاحقة؟ يعني بالامس العماد ميشيل عون البعض يقول انه بعد كثير لما حكى عن تكتلات سياسية جديدة ممكن ان تنبثق عن ما جرى بالامس، انتو شو الخطة الرسمية؟ يعني اليوم في قانون صدر عن مجلس النواب، شو الخطوة اللاحقة التي سيقوم بها التيار الوطني الحر؟ هل سيتكل على رفض الرئيس أو رد رئيس الجمهورية المشروع أو القانون كما هو إلى مجلس النواب؟ مصادره بتقول لأنه اعتبر أنه عدم ميثاقية هذا القانون، لذلك هو سيرد إلى مجلس النواب. ليك قبل ما نحكي بالقانون وقبل خلينا نوضح الشغلة، بعتقد كان واضح العماد عون لما قال أنه ما حدا يقول لي كلامي بغير المعنى اللي أنا قلته. قصة الحلف مع المقاومة وعقيدة المقاومة وغيرها ما حدا يجدلنا فيها، هذا الموضوع بالنسبة لنا محسوم، ولكن أنه ما حدا يفكر كمان أنه نحن قادر حدا ياخدنا تحت هذا الشعار، أنه قصة عقيدة المقاومة اللي نحن عنا إياها تحت هذا الشعار يجرب انه ياخذنا للمحلات اللي نحن ما بدنا نروح عليها. نحن بدنا بناء دوله تحت هالشعار هيدا، لا يمكن انه نحن حدا ياخذنا انه ننسف الدوله، لانه قبل بمره قالها كمان، بل الجنرال عون ما بيقوم بعمل دغري رده فعل، ما بعمره بيعمل رده فعل. اللي صار اذا بنتذكر من 8 اشهر قال اذا لم نحارب الفساد فالفساد سيقضي على المقاومه، انه اذا المقاومه بدون محاربه الفساد بالداخل بنكون عم نقضي على المقاومه، لانه بيهترم من الداخل وساعتها ما بعد في شيء اسمه مقاومه. فاذا نحن صار لنا فتره عم نعطي اشارات انه يا جماعه خلينا بهالمقاومه اللي عندنا اياها، اللي بدنا اياها تضل، اللي هي اليوم هي اذا بدك اللي اعادت لنا كرامتنا واللي هي موقفتنا مثل ما بيقولوا بوج اسرائيل وبوج العالم كله سوا. ما نجي نحن نخرب هالمقاومة بقضايا صغيرة وبفساد بقلب البلد، لأنه هيدا الفساد ممكن ينخر المقاومة، ما كان حدا يتسمى علينا. رح تابع معك أيضا مجددا، اسمح لي دكتور أن أنتقل إلى زميلتي رونا الحلبي التي تواكب اعتصام الأساتذة. رونا، رونا عم تسمعيني؟ صباح الخير رونا. انت مين بدك؟ رونا، رونا بدي اصورها. يبدو انه رونا، صباح الخير. خير نانسي، اذا تريد استاذ. صباح الخير نانسي. نعم رونا، صباح الخير. يبدو انه في حولك تجمع من الاساتذه وصوت عالي يعني كالعاده الاساتذه، تفضلي رونا. نعم نانسي، في الواقع هناك الاعتصام الذي تنظمه هيئة التنسيق النقابية اليوم لموظفي الإدارات العامة والأساتذة وأيضا العاملين في الوزارات. هذا هو الاعتصام الكبير، لكن حصل إشكال صغير بين يعني المعتصمون هنا، وهناك اعتصام آخر يحصل في الجهة الأخرى للمالكين القدامى الذين يطالبون بتغيير قانون الإيجارات. إذا نانسي، لقد استمعنا لكلمة الأستاذ حنا غريب وهو قال أن التحركات لن تتوقف قبل أن ينالوا مطالبهم، وهي أولا وأهم شيء هو إقرار سلسلة الرتب والرواتب، ويقولون أن يعني الاعتصامات والتحركات ستتواصل حتى ينالوا مطالبهم. هناك اعتصام ايضا كما ذكرت اخر يطالب بتغيير قانون الايجارات، وهو اعتصام يقومون به كل يوم اربعاء هنا امام مجلس الوزراء. نعم. هذه هي الاجواء هنا نانسي، وسنعود اليكم باي شيء. نعم الزميله رونا الحلبي، شكرا جزيلا لك، وطبعا رونا ستكون معنا لموافاتنا باي جديد مع تقارير يعني تقرير مفصل في النشرات اللاحقه. شكرا جزيلا لك رونا. يعني دكتور، بمتابعه لهذه القضيه اليوم اذا لم يمر
إذا مر القانون قانون يومي الكهرباء شو الخطوات اللي بده يقوم فيها التيار؟ في طرق قانونية نحن بدنا نتبعها، قلت لك نحن ما بنتعامل مع أي وضع إلا بالطرق الدستورية والقانونية، رح نتعامل بها مع هالوضع هيدا بالطرق الدستورية والقانونية، بس هذا ما بيمنع إنه هناك علامة استفهام صارت عنا نحن أولا كممثلين لبيئتنا ولمجتمعنا، لماذا حصل الذي حصل؟ ولي كان هذا التصرف؟ ولي كانت هذه الكيدية السياسية اتجاهنا نحن؟ واللي عم نحس فيها قلنا فترة عم نحس فيها. أنا بدي أعطيكي مثل كتير صغير عندك، معلش بدنا ننتقل لموضوع إنمائي ما نضلنا بهالموضوع هيدا. لما بعرف أنا في ما يسمى الأوتوستراد الدائري اللي هيدا وضع سنة 1966 كان في قانون هو نوع من تخطيط لطريق كان بوقتها لا في بيوت ولا في شيء، خططوا صار عمره 46 سنة. هلأ بال2006 صدر قانون عن مجلس النواب إنه إذا ما استملك من الأراضي بيرفع لا مش مستملك، إذا بفترة 5 سنين ما استملكت الأراضي الدولة بيكون هذا التخطيط وكأنه لم يكن مزبوط. يعني بما أنه ما صار في استملاكات، ما صار في وضع يد، ما صار في أي شيء، من المفروض أنه هالأراضي هيدي ترجع لأصحابها تيقدروا. أنا بقول لك مات الجد، وهيدا اللي عم بيحكي بالقضايا الإنسانية، ما بتقدر تكوني إنسانية مطرح وبتكوني كيدية مطرح تاني. هالإنسان هيدا اللي جده مات وبيه مات وهو على حافة الموت مثل ما بيقولوا وحافة الفقر، ما بيقدر لا يبيع أرض لا بيقدر يبيع ولا شيء، وعم بيتهجر. يعني أصحاب هذه الأراضي نصهم صاروا مهاجرين ما بقى موجودين بالبلد. ليه؟ لأنه ما عم بيقدروا يستفيدوا من أراضيهم. طيب أنا ما بعرف ليش نفس الشيء هالقضية الإنسانية هذه ما بتاخد الحي الزيته اللي أخدته قصية الميومني. ما أنا شي خلي قلك لما نجي من لقي أنه هذا قانون ودستوري وقانوني وغيره، في اليوم عملية ضرب القانون وضرب الدستور، في مصادرة خلافا للمادة 15 من الدستور اللبناني اللي بيحفظ الملكية الفردية، خلافا لهالمادة هذه من الدستور، في ناس بعدهم مكملين. جينا عم نجرب نقوم بعملية الشطب، يرفض أمين السجل، نروح لعند القاضي، القاضي يعطي حق بالشطب، شو بيعمل وزير المالية؟ شو بيعمل؟ بيبعت لأمين السجل العقاري انه انت ما بقى ترفض، بعتهم على وزارة الأشغال، وزير الأشغال ما بده يتحمل مسؤولية، بيبعتهم لوين؟ على التنظيم المدني. من عند التنظيم المدني وين بيروحوا؟ عند الانماء والاعمار. من هو مسؤول عن الانماء والاعمار؟ اليس رئيس الحكومه؟ طيب ليه ما بياخذ قرار رئيس الحكومه وبيعطي امر للانماء والاعمار بيقول لهم يا جماعه هذا الموضوع سقط بالقانون وبالدستور وغيره سقط، تفضلوا ردوا الاراضي للناس. هي منا عمليه كيديه، 800,000 متر مربع بيملكها اشخاص من هذه المنطقه بالذات. عم تقولي ليش حبلوا الناس؟ من اولاد هالمنطقه هيدي لهم 46 سنه عاضين على جرحهم، لا نزلوا على الشارع، لا حرقوا دوليب، لا حطوا سكاكين، ولا عملوا اي شيء ولا باي وزاره ولا باي شيء. هيك بتعامل الناس يلي بيحترموا القانون ويلي بيحترموا الدوله ويلي بيحترموا كل شيء. طيب كمان هيدي وحده. اثنين، جسر جل الديب. بس اللي هو قبل ما ادخل الى جسر جل الديب لاختم هذا المحور قبل ما ادخل على البريك، محور الميومين، بالامس يقول الوزير جبران باسيل انه اول من يتحمل مسؤوليه ما جرى في هذا الملف هم حزب الله، لانه قعدوا ساكتين وعم يتفرجوا. فعلا كانوا ساكتين وعم يتفرجوا نواب الحزب؟ ليكي انا بقول لك شغله، بفهم بقدر وضع يمكن حزب الله يلي واقعين بمطرح بين شقوفين مثل ما بيقولوا باللغه العاميه، في الجهه اللي هن بدهم الوفاق الشيعي الشيعي وبدهم الوفاق الشيعي السني، عرفتي شو، وبدهم بناء الدوله والحفاظ على المقاومه. يعني واقعين بهالمركز هيدا ما عم بيقدروا ياخذوا قرار، بس بالنهايه في شيء لازم يتاخذ من قبل حزب الله. اللي عم نقول لهم يا عمي نحن حريصين على المقاومه ونحن بدنا المقاومه،
نحن حريصين على هذا الإنسان يلي عم بيقدم دمه تيحمي عن بلده. نحن ما بدنا دمه يروح هيك. لهالسبب هيدا بدكم تاخدوا قرار. طب شو القرار بدكم اياه؟ انتم بتفصلوا عن حليفهم الاساسي اللي هو حركه مش لا في عمليه بيضرب ايده على الطاوله بالنهايه، بيقول وقفوا لكم، وين اخديننا؟ وين اخدين المقاومه؟ بدنا نعرف وين بدنا ناخذها للمقاومه بهالقصص كلها سوا هيدي. شو يعني حركه امل وين بدها تاخذ المقاومه؟ ما بقول ليش عم ليش عم بتقولين شيء ما قلته؟ ما عم تقول في خلاف بين حركه امل وبينكم وانه حزب الله بالنص بيناتكم. سالتيني السؤال انه ليه عن جبرة عن الوزير باسيل شو قال؟ قلت لك لانه نحن اللي عم نقول للمقاومه اللي هي اذا بدك باكثريتها ممثله بحزب الله. طيب نحن اللي عم نقول لانه حريصين على هالشيء هذا على المقاومه، عم نقول من المفروض انه كانوا ياخذوا موقف حازم، ما قلت لا ضد حركه امل ولا قلت ضد التيار المستقبل شيء، قلت لك اعطيتك انه واقفين بمطرح عنا، في مطرح الخلاف السني الشيعي، في مطرح الخلاف الشيعي الشيعي، في مطرح واقفين بمطرح عنا، المرحله الوحيد ما عنده خلاف هو معنا. مشان هيك بس يبدو انه رح يصير في خلاف لانه الوزير باسيل قال انه بوابه مؤسسه الكهرباء منا بوابه فاطمه. بس يعني شو معناتها؟ انه هيدا لحزب الله مباشره. لا مش انه ما تتعاملوا معنا، فهمت انه ما تتعاملوا معنا على اساس انه نحن اعداء لكم، نحن حلفاء. شفتي كيف بيكون التفسير الخاطئ؟ مش شو القاصد منا؟ لا القاصد منا انه يا جماعه انتم جيتوا تهجموا على مؤسسه كهرباء لبنان وكانما بوابه فاطمه، مش هذا اللي عم بقول لهم اياه. عم بقول لهم انه ما تغلطوا بالادريس، هيدا منا بوابه فاطمه، انتم جايين هاجمين بهالشكل هيدا وبالسكاكين وعم بتحرروا، بالشكل اللي شفناه مثل ما هلا ني قلتي لي انه اغاني ضد ما زوجته لجبران باسيل اللي اطلقت، هالهتافات اللي اطلقت ضد شخصيه، يا هل ترى مؤسسه كهرباء لبنان هي عدو؟ هذا اللي بيقصده. هو اسرائيلي مؤسسه كهرباء لبنان، بس هن عم بيتعاطوا كمان اليوميين عم بيتعاطوا انه كمان هي قطع يعني قطع الارزاق. لكيف قطع الارزاق؟ قطع الاعناق. يا عيني كيف وضع كيف يعني ترجع بتحكوا الاعلاميين؟ ما تخليني هلا نطلع بالاعلام هلا كل التعصيب بيطلع فينا. لا بقلك شغله لانه الانسان بيطلعوه من تيابه، لما نقول لك كانوا بوضع سيء وانتقلوا الى وضع افضل، كيف بيكون انه نحن عم نقوم بعمليه ضرب الميومي؟ وليش بس انتم شايفينه هالوضع؟ لا الميومين شايفينه، ما شافوا حالهم من 40 سنه انه كانوا السياسي للميومين يعني ما كانوا يعني. ولا نهار كانوا يشتغلوا ميومين، يعني النهار اللي بيشتغلوا بيقبضوا، نهار ما بيشتغلوا ما بيقبضوا، وكان عم بيستفيد منه المتعهد بيقبض 48000 وبيعطيهم 22000، ما كانوا بوضع مزري. اذا الوزير اخذ هالشيء هيدا على عاتقه كان عندهم ضمان شيء؟ طب كانوا يموتوا على عواميد الكهرباء، مين كان يحصل عنهم؟ ما اليوم عم بيجي يحطك بوضع صار في عندك ضمان، صار في عندك امان، صار في عندك ديمومه، اولادك صار عندهم ضمان. طيب شيلك من مطرح حطك بمطرح افضل، كيف بيكون عم بيقطع لك ارزاقك؟ رح تابع معك. كيف لا بدي افهم انا هيدا، معلش ساعدونا الاعلام، كيف بيكون انه يعني يا ريت الاعلام في دائما عن يعني جد يساعد، لانه نحن كمان وصلنا لمحل رفعنا العشره يعني صارت كل مره بتتخانق وبتطلع فينا يعني صارت انه انتم ساعدونا بيجوا بيعرض وليب عندكم بعدين نحن هون هلا صارت يعني الموضوع اللي عم لك اياه انه ما حدا ياخذها بهالكذبه هاي، واللي قال بوابه فاطمه انه ما تغلطوا بالادريس، كلنا سوا نحن بالنسبه لنا الحد وين موجود العدو هو بوابة فاطمة، مش لا مؤسسة كهرباء لبنان ولا وزارة الصحة ولا وزارة التربية ولا أي وزارة أخرى، هي العدو للمواطن اللبناني. رح تابع معك لكن اسمح لنا بفاصل اعلان صغير ونعود بعده الى الانتخابات، يعني يبدو انه البعض الكل عم بحمل الكل مسؤوليه انه هيدي الملفات. بدي احكي بعد ما خلص دكتور نبيل نقولها بعد فاصل اعلان رح يتابع. مشاهدينا برحب فيكم مجددا. الوزير باسيل دكتور نقولها بعد خروجه من بعد لقائه الرئيس نجيب ميقاتي يقول اما حكومه تحكم او فلا وجود للحكومه، ونحن نعود الى الحكومه بناء على قديش بنلاقي انه في لنا فعاليه بهذه الحكومه بما معناه، يعني هذا هو الكلام. هذا انا سبق وقلت لك اياه باول الحلقه انه لقينا انه شو لها معنى بعد حضور جلسات مجلس نواب وحضور جلسات مجلس وزراء لما الامور كلها عم بتروح بهالطريقه هيدي بالطريقه الكيديه.
وسبق وقلت لك انت عم بتقولي ليش وصلنا لهون. عم بقول لك اليوم في رئيس حكومه، في قصه هيدا مواضيع بتخص مناطقنا بالنهايه. معيب اني اقول مناطقنا لان كل لبنان مناطقنا، ولكن في كمان ناس عم ينتخبونا. يعني مثل ما عم نشوف، عفوا دكتور عم بقطعك، صور لقاء الرئيس نجيب ميقاتي مع الوزير جبران باسيل، وبحسب ما نقل فان الوزير جبران باسيل اعلن بعد اللقاء بانه اما يوجد حكومه تحكم واما لا وجود لحكومه، وعلى هذا الاساس يحدد العمل الحكومي وعوده وزراء تكتل التغيير والاصلاح الى الحكومه. مش بس هيك، حتى يمكن نحن نقاطع جلسات مجلس النواب، يعني انتبه. ممكن اكثر تستمر اللجان ومجلس النواب، لانه ما بيصير انه كل شيء نحن بنطرحه بينزت بالجوارير، لانه في قوانين مش اقتراحات قوانين الا 6 سنين و7 سنين ما زالت بالجوارير، ما حدا بالجوارير ما حدا بيبحثها. وقانون بيجيك اقتراح قانون ما بعرف منين بيجي، طيب بعد 3 4 ايام بتلاقي صار قدامك، طيب ليش؟ نحن اكثر كتله حطت اقتراحات قوانين، طيب وين هالاقتراحات القوانين اللي نحن عملناها؟ ولا وحده منهم بتمرق على اللجان، ولا وحده منهم بتجي، ليه؟ شو هي الاسباب؟ كمان هون عم بيصفي عنا نوع مثل ما بيقولوا بالفرنساوي فريستراسيون، يعني من الانتفاضه على 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 هالموضوع كله سوا. جسر بجل الديب من سنه 98 مقرر انشاء جسر في جل الديب، من سنه 98 اصبحنا اليوم بسنه 2012. هل من المعقول انه جسر ما ينعمل صفى بالنهايه مجلس المياه والاعمار بده يكبها على مجلس الوزراء؟ طب مجلس الوزراء يصوت نعمل جسر ما نعمل جسر؟ رافعين لواء كفى موعدنا في 10 تموز مع اهالي المتن الشمالي تحديدا اهالي جل الديب اللي حددوا 10 تموز يوم لقطع جسر وطريق نهائيا اوتوستراد جل الديب نهار 10 تموز بكل نهار. كيف بتكون تقطع؟ بتكون تحرق دوليب يعني؟ اولا نحن نحن من مش من زوات اللي بيحرقوا دوليب، وهذا الموضوع نحن دائما عم نحط الحد الأقصى. هلا الحد الأقصى قلنا نحن 10 شهر، إن شاء الله من هلا ل10 شهر، وهلا يمكن في عندي اجتماع مع وزير الداخلية بهالموضوع هيدا، إذا بنقدر نوصل من هلا ل10 شهر يتخذ قرار من قبل رئيس الحكومة، لأنه الإنماء والأنمار بالنهاية يتبع لرئيس الحكومة، هي ما بقى يضحكوا علينا بهالموضوع، ياخذ قرار رئيس الحكومة قرار نهائي إنه سيكون هناك نفق او جسر او اللي بدهم شو اسمه في جل الديب، ويعطي امر للانماء والاعمار ببدء الدراسات للتنفيذ. هيدي بتعود لرئيس الحكومه، ما في زوم لمجلس وزراء لها. اذا قام بهالعمل هيدا بيكون قام، ما قام انا عم بقول لك انا نبيل اولى ما بحب نزله الشارع ولا بحب قطعه الطريق، لانه انا بعتبر انه هناك دوله مثل ما عم بقول للاستاذ جبران باسيل، انه يا اما بيكون في حكومه بتحكم وهي بتقوم بالاعمال لازم تقوم فيها، او بنترك الامور للشارع. اذا بنترك الامور للشارع ما حدا يلومنا بالنهايه، لانه نحن عم بقول لك عم ناخذ الخيط للاخر. بس انتم صارت حدا نزلت الشارع مقرره الى ان تقرر الحكومه تبت بموضوع جسر جل الديب. يعني ليكي بنعتذر انه من الناس ومن اهلنا ومن كل الشعب اللبناني، انه اذا هالامر حدث، بعدني عم بقول لك اذا هالامر حدث، لانه في قطع طريق رح يكون يعني اذا في اذا هالامر حدث، وان شاء الله ما بيحدث، عرفتي كيف؟ لانه لسنا من هواة النزول الى الشارع، ولسنا من هواة نحن التعدي على القوانين، ولسنا من هواة انه نقطع ارزاق الناس. اللي عم بقولها بنتمنى على رئيس الحكومه اليوم، ومبارح انا بالليل الساعه 3 بعد نص ليل بعد اجتماعي بالشباب بعثت له مساج لرئيس الحكومه، قلت له ما حدا بيقدر ينقذ الموقف غيرك، واليوم الصبح حكيت مع وزير الداخليه وقلت له هالموضوع هيدا ما بدنا ياخذ المنحة الاعتصامي والتصعيدي، نتأمل منكم انه تساعدونا لحتى هالشيء ما يحدث. يعني نحن عم نطلب ما يحدث. دكتور نقول اليوم في اكيد سامع بمتنيون اللي تشكلت واللي هي تعتبر احدى الجمعيات، لكن ايضا جمعيات هي من ضمن التيار الوطني الحر، يبدو بانها لا، هي عم بتعبر عن صوت مرتفع بالمتن وبيت معروف بشكوى من التيار الوطني الحر، وان كان اعضائها جميعهم مقربين وتيار، لكنهم هن عم ينتقدوا اداء بعض نواب التيار معروفه بالمتن. هيدي الديمقراطيه ضمن الحزب. بدي اقول لك شغله، فينا نعرف ليش كل الاحزاب، حزب الله كم جمعيه عنده؟
لا تعد ولا تحصى. حركة أمل كم جمعية عندهم؟ لا تعد ولا تحصى. ليش ممنوع على التيار الوطني يكون عنده جمعيات بيئية وجمعيات خيرية وجمعيات ما بعرف هي متنيون شو طبعها؟ تيار كله شباب من شو التيار شو طبعها؟ جمعية انمائية هي جمعية بيئية فقط لغير هي جمعية بيئية وبكره بس عندهم ما اخذ على اداء بعض نواب التيار تحديدا بالمتن ما عندهم هيدا شيء ضمن التيار هيدي ديمقراطية داخل التيار ما خص اذا مش انه عملت مش انه بلش التململ كثير يبين لجمهوركم على ادائكم لا ما صحيح هالكلام هيدا هن تيار وملتزمين بالحزب وملتزمين بقرارات الحزب وكل شيء ولكن هيدي جمعية ما في جمعية بترونيات في جمعية متنيون بكرة بيصير في كسوات في جمعية اليد الممدودة في جمعية ما كلها جمعيات موجودة داخل الحزب لحتى تقدري تاخدي أكبر شريحة من الناس ما تكون محصورة إذا بدك بالمنسئين وبالشو اسمه أكبر شريحة من الشباب تقدر تشتغل وتعبر عن بما قل ودل اليوم بالأخبار بدأ أحد النافذين في عائلة أبو جودي في بلدة جل الديب في ساحل المتن الشمالي اتصالات جدية مع فعاليات عائلته للحصول مبكرا على إجماع يدعم ترشحه للانتخابات النيابية المقبلة مستفيدا من اقتناع العائلة بأن تشرذمها كما يحصل عشية كل انتخابات سيحرمها من الوصول إلى المجلس النيابي ومن عدم وجود أي شكل من أشكال الخلاف بينه وبين الأسماء التي يتداول بها غالبا للترشح عن المقعد الذي يشغله اليوم عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب نبيل نقولة. شو خصني بالموضوع أنا؟ بده يطلع حدا من بيت أبو جودي يترشح يمكن محلك. ليش محلي يعني ما فهمت؟ شو خصني بالعائلية أنا؟ هيدي مين كتبها بس بدك تشوفي مين كتبها؟ بالأخبار. مين كتبها؟ ما قل ودل. مين تحديدا بقلب الجريدة؟ هودي أشياء بزتو أول شيء أنا إنسان حزبي. إذا حزبي رشحني بترشح وإذا حزبي ما رشحني ما ترشح لأني مرشح عائلتي. ولاني مرشح ضيعتي انا مرشح حزب التيار الوطني الحر هلا اذا الحزب استغنى عن ترشيحي انا بالنسبه لي بيكون هيدا قرار حكيم واذا رشحني بيكون قرار حكيم فاذا انا بالنسبه لي التزم بقرار اي متى بيكون قرار وهيدي حرتقات وهيدي حرتقات بدي اقول لك شغله انه وكانه محل هالنائب نبيل الاولى هو المحل اللي زيعش كل الناس لانه نبيل الاولى عم بيزعج مشان هيك بتسمع هيك كبات بالجرايد لانه نبيل نقول عم بيزعج بالمتن لانه نبيل نقول عم بيزعج على الصعيد اللبناني كله سوا ايه اكيد عم بيزعج لانه انا طيار وطني حر وانا عم بيزعج كل اللي عم بيأسسه لمزارع مش عم بيأسسه لدولة في أكيد. من ضمن التيار من عم بيأسس للمزرع او ربما حب لا شو هن التيار اللي عم طلعين هذا البيان لا هو السؤال يعني انه في قال انه من ضمن التيار ايضا في فساد وعم نسمع حكي انه ليكي هذا الوزير بدي اقول لك شغله بدي اقول لك متورط بصفقات وذاك الوزير يعني هذا ليكي انا بقول لو ما في التيار الوطني الحر ما كنتوا بتشتغلوا انتم كعالميين لانه بالنهايه واحد شايفين شيء بهالبلد الا التيار الوطني وهذا شيء كثير منيح لا بالعكس نحن كعالميين شايفين الكل يعني بس انطلاقا من مبدا ما في الا الشجره المثمره بيرقشوا عليها ضلكم ريشقوا عرفتي كيف ونحن بنقول له دائما ليش دائما عم يترش علي عم نسال نحن بنقول له نحن بنلاقي في عنا شيء نحن بالنسبه لنا كتيار من اولى واللي هي علمنا اياه جنرال عون واللي هو بالنهايه السمبول تبعنا انت كبير وبتبقى كبير ويا جبل ما يهزك ريح خلي يضلوا يحكوا لحتى لي القافله تسير بس هون الأمانة أيضا لازم تعترفوا لنا يعني كعالميين إنه الأسئلة اللي كنا نسألكم إياها سابقا وإنه التيار ليش ساكت وليش عم ينضغط عليه وليش ما بتستقيل وليش يعني هلا قولوا لكان هلا صرتوا أنتوا عم تحكوا مثل الأسئلة اللي كنتوا تنتقدوها قبل تعتبروها حرقات قولوا يا عمي نحن هالتيار الوطني بالفعل وقال الرئيس بري يعني ما بعرف اللي قال هالكلام كيف بيرجع يقول الكلام المناقض ضده قال إنه اللي تحملوا العماد عون أيوب ما بيتحملوا بس يعني يبدو انه حتى ايوب امبارح خلص انتهى يعني صبر ايوب لهون يعني وصل مين ايوب حميد يعني عم تحكي هلا لا الجنرال امبارح صبر ايوب خلص خلص لا انه اللي عم بقول لك انه تتعرفوا قديش نحن كنا عم نشتغل لبناء دوله
في واللي بده يبني دولة، اللي بده يبني دولة ما بتنبنى الدولة. هل صار عندكم قناعة انه الدولة ما بتنبنى مع من كنتم بالامس البعيد شوي تعتبرون انه هن اركان الفساد وهن يعني اليوم البعض ياخذ عليكم انكم انتم اساسا جربتوا المجرب يعني؟ لا. ما كنتوا عارفين انه هؤلاء اللي كانوا بالسلطه سابقا وكان عندكم مآخذ عليهم، هلا هن وصلت الفكره مثل ما بتقولوا انتم، وصلت الفكره نحن؟ العلميين بس كنا عم نحكي بتقولنا وصلت الفكره، وصلت الفكره. هلا بنقول لك وصلت الفكره. تفضل. انا بالنسبه لي بيقولوا لي مين الايديال تبعك، مين الشيء اللي يعني المثالي بالنسبه لك؟ بقول لهم المير تيريزا، الام تيريزا. بيسالوني ليش؟ بقول لهم لانه الام تيريزا سالوها مره احد الاشخاص، قالوا لها انت عم بتقومي بجمعيات بكالكوتا باكثر منطقه بالعالم فقر وفيها جريمه، بالوقت اللي في مناطق مسيحيه وهو منه مسيحيه، بالوقت يلي في مناطق مسيحيه كتير كمان فقيره قادره تقومي بهالعمل ذاته. جاوبتهم قالت لهم في قلب كل انسان شرير هناك نسبه معينه من الانسانيه، وانا اتعاطى مع هذه النسبه ولا اتعاطى مع الشر. نحن بالنسبه لنا بنعتبر كل فريق بلبنان في نسبه معينه من الاخلاق ومن الشفافيه ومن كذا قادرين نشتغل عليها وننمي هالشفافية هيدي عندهم لحتى لنوصل لمطرح نخلق دولة. لا يمكن انه تخلق دولة بالحقد، هيدي اللي عم نقولها، ولا بالكيدية السياسية ولا بالعنترة ولا بالنزلة على الشارع ولا بالكلام البذيء اللي بيطلق واللي عم نسمعه كل يوم، والكلام البذيء الشخصي اللي عم نتسمع عليه كل يوم من ناس خصوصا الايد اللي هي مدت لهم عم بي اليوم عم بيعضوها. شكرا لك دكتور نبيل نقولة، عضو تكتل التغيير والإصلاح، أهلا وسهلا فيك. وإن شاء الله ربما بالمرحلة المقبلة إذا رجعت على يعني بالاستضافة اللاحقة يكون إما في قرار فعلا حازم من التيار بالتغيير والإصلاح، هذا المأخذ عليكم من بعض جمهوركم، وإما بأنه تكونوا رجعتوا لممارسة مهماتكم وللتعاطي مع نحن اللي بهمنا هلأنية. قلت لك الكلام اللي قاله الأستاذ باسيل انه رئيس الحكومه يعاله قبل فوات الاوان، اللي هو انه في انماء يجب ان يتم الانماء المتوازن، ولا يمكن ان نقبل بعد الان ان نكون مناطق المتن الشمالي وكسروين وبعبده وجبيل والبترون وكل لبنان، ولكن خصوصا المناطق التي تدفع الاكثر ضرائبيا. عرفتي شو بندفع ضرائب؟ انه تكون هالمناطق هيدي مهموله. ما رح نقبل بقى بمتن سريع مقطوش، ما رح نقبل بدكم ما يكون في مدخل ومخرج الى المتن الشمالي. شو بدكم تعملوا يعني هالمره فعليا؟ انه هلا اخر مره بتقولوا له انه فعلا بلغ السيل وزوبا يعني مثل ما صحيح بيها. هذا كلام صحيح، مشان هيك اللي عم نقوله مش تهديد ولا منهدد، ولكن في حقوق. صارت الاستقاله وارده؟ صارت استقالتكم الحكومه وارده؟ ما حدا رح يتفشنا على الاستقاله. بقيه انا بقول لك ما حدا رح يتفشنا، هيدا أمنية الكل. وما حدا رح يتفشنا لإلها، قلنا يفلوا كله نحن رح نضل. مشاهدينا لهون وصلنا لنهاية لقائنا، شكرا لحسن المتابعة، غدا حلقة جديدة من برنامج حدث، وكونوا على الموعد.